أشاد رئيس عبد الفتاح السيسي بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير في حماية الوطن والمواطنين بإخلاص وتفان. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، أشار رئيس السيسي إلى مواصلة الجهود المشتركة للقوات المسلحة والشرطة وجميع الأجهزة المعنية لضمان التنفيذ الكامل لأهداف العملية العسكرية، فضلا عن تأمين وحماية المدنيين في مناطق العمليات ومختلف أنحاء الجمهورية. هذا وشهد الاجتماع أيضا استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ونمو المستدام، حيث شدد الرئيس على ضرورة مواصلة التنفيذ المتكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن متابعة الجهود لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة.